قد يشترك، يجري فيه نهر فتصخ، جبل آرا، هذا كنيسة النبي يوحنا المعمدان، حيث دفن هنا أصبع الخنصر الأيمن. سندخل داخل الدير، نحن الآن في جولة مع مجموعة من السواح العراقيين القادمين من عنكاوة في أربيل. الآن نحن في باحة الكنيسة. هذه أجزاء من الخشب التي كانت مستخدمة في بناء الكنيسة بالأبواب. هنا المجموعة السياحية القادمة من العراق من فوق، وهذه داخل الكنيسة. ها؟ من تبيها؟ وهذا هو قبر النبي يوحنا المعمدان، حيث دفن فيه أصبع الخنصر الأيمن. عمر الكنيسة ما يقارب 1000 عام، أجريت فيها بعض التحسينات. الكنيسة كانت مكونة من سقوف خشبية، هذا مستوى الكنيسة كمان. لكن في القرن الخامس تعرض إلى حريق واشتعلت النيران في الأجزاء الخشبية. قاموا أجدادنا ومن سكنة هذه المنطقة ببناءه من الحجر وزيادة ارتفاعه بما يعادل 5 إلى 7 أمتار من الحجر. وصلنا الآن إلى الصليب الضخم. هذا الصليب الذي افتتح بمناسبة اعتماد جمهورية أرمينيا الديانة المسيحية كدين رسمي للدولة. يتكون هذا الصليب الضخم من 1700 صليب متصل مع بعضه، وسنويا يضاف عليه صليب آخر. جولتنا اليوم كانت إلى، وسننتقل إلى نصب الأحرف الأمجدية، وبعدها نتوجه إلى جبال أراكاتس اللي نشوف أمامنا. جبال أراكاتس يتكون من 4 قمم جبلية، أعلى قمة فيها 4090 متر القمة الشمالية، وبعدها القمة الثانية اللي ارتفاع 4080 متر، والقمة الثالثة 3869 متر، والقمة الرابعة 3840. فوق الجبال توجد بحيرة صغيرة على ارتفاع 3800 متر فوق مستوى سطح البحر. وصلنا الآن إلى كاريليج أو بحيرة الحجر على ارتفاع 3800 متر فوق سطح البحر فوق جبال أراكاتس في جمهورية أرمينيا. وين صاعدين؟ جبال أراكاتس. شنو رأيكم بالمنطقة؟ كلش حلوة، بداعة. منين جايين الأخوان؟ من كردستان العراق. من عنكاوة؟ عنكاوة أربيل. من أربيل وكركوك. نورتوا أرمينيا. يا ميت، أهلا وسهلا. طبعا اليوم كلش بديل. الجمعة المصادف 12 أغسطس
نشوف الثلوج على الجبال باقية البقايا. هذه سلسلة جبال أراكاتس، أعلى جبال أرمينيا. مدخل المطعم الكائن على بحيرة الحجر كاري بيتش. يلا تفضلوا. هنا المطعم هذا يرتادوه السواح واهل المنطقة لتناول وجبة غداء دسمة، أكلة الباشا، لكن هذه المرة على الطريقة الأرمنية. آرارات للسياحة من فوق جبال أراكاتس.